إن شاء الله راح نتكلم عن مضاعفات التهاب الأمعاء الخليظة التقرحي. في بعض الأحيان قد يؤدي التهاب الأمعاء التقرحي إلى تطور أمراض مصاحبة أكثر خطورة مثل تندب القناة الصفراوية، المرارة، والأمر الذي قد يؤدي إلى نشوء أمراض في الكبد. وأيضا في حالات نادرة وخطيرة يحدث انتفاخ في الأمعاء الخليظة فيصبح حجمها أكبر من الحجم الطبيعي بعدة أضعاف، وأيضا توسع تسممي في الأمعاء الخليظة. وهذه الظاهرة قاتلة تحتاج إلى علاج مستعجل وفوري. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.